السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين الكرام. اليوم جيت نقدم لكم بليغات بجلجلان اللي هما زوينين وبصل وسهلين في التحضير. نقدم لكم المقادير على بركة الله. عندي 250 غرام ديال الدقيق اللي هو مغربل، عندي معلقة ديال النافع، عندي قبصة ديال الميستيكا، عندي معلقة ديال القرفة، عندي معلقة صغيرة ديال الملحة، عندي أصفرت بيضة، عندي 200 غرام ديال 250 غرام ديال الجلجلة اللي هو مقلي، عندي كيس ديال الخمارة ما يعادل 8 غرام، عندي 5 معالق ديال الزيت، وكاس إلا ربع ديال الزبدة مدوبة، وعندي 2 كيسان ونص ديال الماء الزهر. نديرو الدقيق، اللي بغى يعبر بالكيسان يعبر بالكيسان، انا هنا جاوني الكيسان 2 كيسان ونص، والجلجلان حتى هو 2 كيسان. كنخلط المكونات، نسكب لهم ملح، مسكه حره، قرصه، نديرو العناصر كاملة، نديرو الزبدة، معلقة ديال النافع، راه ساهلة كتجي زوينة، نضيفو الزيت، أصفر بيضة، وكيس ديال الخمارة يعادل 8 غرام، صافي. وكنمزجو العناصر كاملة، نخلطو مزيان، نمزجوها مزيان، صافي. ومن بعد نجمعوها بالماء الزهر، اللي بغى يدير يخلطو مع الماء يخلطو مع الماء، شي مشكل. كنبقاو نضيفو بشوي بشوي حتى كنجيبو العجينة ديالنا. المهم مشاهدي الكرام، بعد ما كندلك العجينة ديالنا نخليها شوية مرخوفة على هاد الشكل. انا درت غير مكونات قلال، اللي بغا تضاعفهم تضاعفهم. بعد ما دلكت العجينة هاد الشكل ديالها، كنشدها كنقسمها على ثلاثة، صافي. وكنخليها ترتاح، كنديرها في كيس بلاستيكي، نخليها ترتاح لمدة تقريبا نصف ساعة. بعد ما كورنا الكرات ديالنا كنديرهم في كيس بلاستيكي باش يرتاح واحد نص ساعة، من بعد ندوزو نكمل. مشاهدي الكرام، بعد ما ارتاحت لينا العجينة ديالنا كنجيبو مدلك، كندلكوها كندلكوها مزيان، متخليوهاش غليظة. بعد ما كندلكوها نجيبو الجرارة ونقادوها من الجناب، بعد ما قادينا الجناب ديالنا كنقطعو مربعات صغار، كل واحد على حسب الحجم اللي بغا، كاين اللي بغاهم كبار غيديرهم كبار، كاين اللي بغاهم صغار راكي راه ساهلين ما كياخذوش الوقت بزاف. بسم الله، كناخدو بالوحده بالوحده، كنديروها على هذا الشكل، نديرو الصبع ديالنا نحطو على هاد الشكل ونوركو عليها مزيان الجناب ديالها باش الا جينا نقيوها ما تحلش لينا. هاد القنت نشدو مع هاد القنت ونوركو عليه، نضغطو عليه بصبعنا باش الا بغينا نقيوها ما تحلش لينا على هاد الشكل. مشاهدي الكرام، بعد ما سالينا التوراق ديالنا الشكل النهائي ديالو باش ندوزو للقلي. ما خدينا الزيت،
درناه فوق البوطه حتى يسخن، هو ما يسخنش لينا بزاف باش الا جينا رميوها ما تحرقش لينا. بسم الله. المهم بعد ما تتحمر لينا ما نخليوهاش تتحمر بزاف، نصفيوها ونفندوها في العسل. بعد ما طفيناها في العسل هيا كنصفيوها نديروها في كسكاس. المهم مشاهدي الكرام، بعد ما سالينا البليغات ديالنا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحة والراحة، وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي.